وي هذه البقره هي صافي ما قدرتش ناكل كثر. في الهند كتصور في كل وقت بالخوف. نو هندي. واش عرفتي بان كاينه واحد الديانه اللي كتحاول تجمع بين الاسلام والهندوسيه؟ دين واحد. اليوم غادي نمشيو نكتشفوا ديانه السيخ. صباح النور فاميليا. النهار الثاني ديالنا في الهند بالضبط باقيين في العاصمه نيو دلهي. اليوم غادي نمشيو نكتشفوا شي حاجه جديده ولكن قبل نزيدو نفتش على شي حاجه ما نفطروها ونصرفوا شويه الفلوس. اليوم عارفه بان زهري مزيون. تخيلوا كوز مشى من هنا كاسا كنصور كنهبط كنطلع كنوقف شويه كيجوز محدايا واحد الولد بهادي في يدو كيلعب بها. طاحت لي تما وانا ما فطنتش وكان كيلعب بها كيوريها نبا وانا شفتو كيلعب بها قلت له هذيك ديال اليوم الزهر مزيون. من الصباح وانا كنفتش على شي حاجه نقيقيه ما نفطرها حيت نقول لكم الحق غدا ان شاء الله عندي غنشبر واحد الطياره اخرى لبلاد اخر وما خصنيش نمرض. غنشوف ناكل غير شي حاجه تكون سوبر مارشي وصافي. No, for the moment, no. Ah, but you make omelette. Maybe after. Maybe after. You understand me. هذا هو ذاك الكارو اللي كيبقاو يمضغوه اسمه بان ماسالا. وعلى هذا الشيء كتشوف بزاف ديال الهنود بفمهم حمار. ما كتعرفش كتقول شنو داك الشيء يعني الهنود بزاف في وسط الفم ديالهم السنان ديالهم كاملين كيبانوا حمار وهو داك النوع يعني شيء اسمه تباكو نوع ديال الكارو اللي كيمضغوه. شوفوا دابا علاش صمت. وي هذه البقره قلت لكم اليوم عندي الزهر. هذه كتعمل واحد نقدر نقولوا 3 دراهم هكذا وهذه ما وصلتش 2 دراهم. بلاتي عليكم ما تاكلوش عليا باقي لنا بزاف في الهند ما قادراش ناكل شي حاجه من الزنقه حيت غدا عندي واحد الطياره ان شاء الله ولكن تسنى حيت غيجيو ان شاء الله على اكل الاكلات الهنديه. بسم الله. واحد دابا عاد زول لي الشهيه كانوا سمعتوه. شويه وهزيت هذا ديال داك الفروته اللي اسمها ليتشي. هذا مزيون. كملوا هادشي ونبداو ان شاء الله الفيديو ديالنا معول.
صافي ما نقدرش ناكل كثر، سمحوا لي ما نقدرش ناكل كثر. هذه قبعة تاكلوا على الله. Your country. Ah, Morocco. 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 You know where is Morocco? No? In Africa. 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 No, North Africa. No. You know where? Europe? Okay. Europe? Yep. Morocco. Hey. Next to France, Spain, and you really Greece. Like? Yeah, a lot. I like a lot. The people are so nice. Nice to meet you. The people are so nice. Thank you. شفتوا الناس ظريفة. جوجو دوا سيري بانجلا how much 100 روبي. بسم الله هادو نورمالمون دائما كيطلبوا لك ثلاثه المرات الثمن، وانا عارفه بان على حسب المسافه اللي غادي نمشيو لها 100 روبيه تراها بزاف. ولكن قلت من ساعة ساعة كتشوف راجل كبير كتقول الله يسامح يبدا على الأقل الصباح مزيان غير كان قال لي 300 والله ما طلعت معاه واخا غادي نقص لونج تايم ترافيك ترافيك I don't like the traffic. No? I don't like the traffic. اوكي India traveling. Yes, India traveling. This is another country. Only 3 days India. India, yes, only India. No, India 3 days. Thank you. 100. Yeah. This is 100. Yeah. Thank you. Have a nice day. Nice day. اللي جاتني غريبه في هذا التمبل هو ملي كنت داخله من تما ماشي انا سقسيتو ماشي يمكن لي ندخل هما بيدهم بداو كيقولوا لي زعما زيد داغي ادخل. دابا كنتواجدوا بالضبط في كوردا وارا اللي هو المعبد ديال السيخ. كتعني كوردا وارا بوابه المعبد. هما ما كيكونش عندهم واحد النهار للعباده ولكن على حسب الناس كتكون عندهم الخدمه في السيمانه. النهار ديال العبادات اللي كيتجمعوا معاه مع بعضياتهم هو يوم الاحد. باش ندخلوا لهذا المعبد خصنا ضروري نزولوا الاحذيه نغسلوا يدنا ونغطيو راسنا وعاد هما كيزيدوا بحال اللي كيحنيو زعما الكتب المقدسه ديالهم والقورو ديالهم. هاي هاو كان اي انتر شوف نشوف شي حاجه اللي نغطي بها راسي. هادشي ضروري اي واحد يعدلو احتراما للديانه ماشي على شي حاجه. جيت بحال شي قراصنه حتى انا كنت محتاجه نغسل يدي. يلا كتدخل تما كيعطيو لك واحد الاكل اللي اسمه كراب براسات معنا كنظن قلت مزيان اللي معدل من السكر الزبده والطحين وبزاف ديال الناس كيجيبوا لهم الهدايا كاين اللي كيجيب الوالد كاين اللي كيتبرع بشي حاجه تما. دابا عاد فهمت كنحاول نفهم دابا عاد فهمت كيمشيو لواحد الجهه اخرى كيشريو داك النوع ديال الاكل اللي قلت لكم دابا عاد بزاف كيجيبوه هنا بحال تبرع اولا تما كيعطيوهم فلوس وكيحشوهم بحال فواحد السوبر بحال اللي داكشي العمل الخير كيبقى يدور وبنفس داك الاكل اللي تينا كتعطيه كيعطي لك هو شويه من الاكل اللي جاب شي حد اخر واللي ديالك عاود كيعطيه لشي حد اخر فهمتي بحال من بعد كتبقى الماكله زعما في الاخر بحال اللي كيبقى الخير يتشارك مع كل شيء. خلونيش ندخل بوحدي قال لك ضروري يكون شي حد معايا. كم تو ريسورسيتي؟ ياه.
ديجا دخلت ودابا خرجت ونعاود لكم اللي وقع كامل. عرفتي شنو نعمل بحال ستوري ديال تيلينغ؟ علاش؟ حيت كنت داخله شافوني بالكاميرا قالوا لي لا ما يمكنش تدخل بوحدك، خصك ضروري يكون شي حد معاك باش يوري لك هذا الشيء، يمكنش يتصور الناس كيصليو هكا هذاك هكاك. كنت فاهم 100%، ولكن كتعرفوني صورت شي حاجه، صورت اللي خلاني نصور، وابا صورت اللي من بعد حاجات ما خلاني نصور. انا غير كنهضر معاكم كنعاود لكم على هاد الديانه، وفي نفس الوقت غندخل لكم ديزيناج. هاد الديانه قال لك اخترعها واحد السيد اللي كان اسمه غورو ناناك. غورو ناناك هو كان هندوسي، ولكن شويه بشويه بغى يكتشف شويه اكثر الاسلام. واحد النهار كان كيسبح في شي نهر واختفى، بقى 3 ايام مختفي. الناس سحب لهم بان Are you fine? Fine. قال لك الناس بانه You go? Yes. Yeah, you had lunch? Yes. Yes? You like it? Yes. Okay, from India? India. India. Nice to meet you. قال لك هاد السيد كان What? What? Delhi? Yeah, Delhi. Nice Delhi. هادي دخلاني والله العظيم دخلاني. المهم كنت كنعاودو داك السيد، غنشد الكاميرا في يدي. داك هنايا في الهند كتصور في كل وقت بالخوف، الناس اللي كانوا في الهند عارفين. داك السيد مشى لواحد النهر اختفى، سحب لهم غرق، وبان مورا واحد 3 ايام. مورا ديك 3 ايام جا قال لك بانه هو تلاقى الرب الاله وعطى له واحد الميساج، وديك الميساج هو بان كاين اله واحد في الكون، وبانه ما كاينش فرق بين الهندوسيه والاسلام. عربيك؟ عربيك؟ يا يور فروم مروكو. مروكو؟ يس. دو يو نو مروكو؟ يو نو مروكو؟ نو نو، اي هيرد اباوت ات. اه يو هيرد اباوت ات. فروم انديا، اي ام لوكال. لوكال انديان. هريانا. هريانا، نايس تو ميت يو. ثانك يو. نايس تو ميت يو. Good? No Hindi. No Hindi. Thank you. My English is Hindi. My English is No Hindi. No Hindi. Sorry. Okay. Sorry. Thank you. لا شوف حلو دوك السيد دابا جا واحد اخر عساس عليا. ملي رجع من مورا داك 3 ايام قال لهم بان الله ماشي ديال المسلمين وماشي ديال الهندوسيين، الاله ديال الناس كاملين. شويه بشويه بدا كينشر هاد الديانه، واليوم عدد ديال السيخيين في العالم كيوصلوا اكثر من 26 مليون. ورجعت خامس اهم ديانه في العالم، واخا هي بدات عام 1500. السيخيه هي ديانه توحيديه. اش كيعني؟ يعني كيامنوا باله واحد ماشي بحال الهندوسيه، واللي اسمه واهي غورو اللي كتعني الرب الرائع. كيقولوا بان هذا الاله هو اللي خلق الكون، في نفس الوقت هو واحد البارتي منه، ماجي منه لهنا هذا الكون. على حسب الديانه عندها ثلاثه المبادئ اللي هما التركيز على الاله من خلال التامل، الكسب ديال العيش اللي يكون صادق، والخدمه الاخرين. فاميليا حكيت لكم اهم الاشياء على حسب هذه الديانه، دابا غنعاود لكم شنو وقع تما. كنت انا داخله كنصور بوحدي، تيجي عندي واحد راجل قال لي ما يمكنلكش تصور بوحدي، خصك ضروري تمشي للاوفيس ديال التوريزم ويمشي معك شي حد. هاي هالو Fine, and you? Fine? Fine, no, no Hindi. No Hindi, English. المهم مورا ما دخلت انا مشيت عندك الاوفيس، ما خلونيش نكمل الدور بوحديتي، قال لي ضروري خصني نكون معك انا ونوريك، يعني ما تقدرش تصور كل شيء، غتصور بعض الاشياء. هذيك قال لي معدله بالذهب. كل ما ندخلو سيدنا ما كيدعيو، المهم ما خلاونيش ندخل، خلو لي ضروري يكون معايا هذا الراجل. زولوا لي حتى الكاميرا وممنوع نصور راسي بالسيلفي. مشينا تما فحال واحد لاسال كاينين فيها في الوسط داكشي كامل بالذهب، الاشياء كامل قال لي تما كانوا معدلين بالذهب.
بعد منهم كيعزبوا كيقولوا الادعيه ديالهم والناس مدورين بهم تما ما كاين لا كراسه لا والو يعني باش كل شيء كاين في المعبد كامل ما كاين شي مره الكراسه باش حتى شي واحد ما يكون في اكثر من اخر زايد على اخر ولا فوق منه يعني كتكون دائما المساواه التامه. دخلنا عندك المقطع وحاولوا كانوا الناس اللي كيمشيو يصليو جالسين كاملين في الارض. من بعد وراني واحد المقطع فين كيكون فيه الكتاب المقدس اللي عندهم. خرجنا شفنا واحد الموضع بحال واحد لابيسين كبيره خلي على برا كيتحموا فيه الرجال وكاينين واحد البيوت مخصصين للنساء اللي حتى هما كيتحموا فيه. خلي نقول لك زعما شي تصاور هنايا في داخل داك المعبد خصك ضروري النساء يكونوا مغطيين كاملين والرجال غير راس ديالو. ما قدرتش نعمل لا سيلفي لا والو ما خلاني شي. مورا ما خرجنا من داك الموضع قال لي غادي نمشيو ناكلوا واحد بحال واحد الماكله عجينه السكر والطحين. مشينا تما واحد كيشبر بيدو واحد الحفينه كيعطيها لك بيدك ما صورتهاش. قال لي خصك تهز بجوج اليدين هزيتها بجوج اليدين يلا هزيتها. انا قلبي بدا كيطلع قال لي كولا كنت كليتها الله الله يسمح لي كنحترم الديانات ولكن كنت كليتها كردي تما عملت راسي بحال اللي كناكله ياك ودقت شويه منها واللي باقي خبعته وحشيتو هنايا ما عرفتش واش نقدر حشيتو في الشكارة حاولت معاك دائما كيسبقني حشيتو في الشكارة قبل ما يشوفني اوف دابا الجل اللي جبد هادشي انت انا بدي عاود اقصى Hello. Where are you from? Morocco. Where? Morocco. Morocco? Yes. I am from Kashmir. Kashmir? Yes. Ah, very nice place. Yes. But it's difficult to go. Difficult, but this time there is one holy place, yeah. Amarnath. Many devotees are going to this. Of Sikh religion? Yes, safe place. Safe place? Yes, sir. Oh, okay. Some of the internet users say this is not... Safe place, but it's a safe place. It's a safe place, yes. So I have to go. You can go and you can also walk there. Yeah, it's interesting. Holy place. Of the Sikh? Yes, yes. Oh, I'm gonna see if I can go. Okay. Thank you very much. ما نقدرش دابا نوريها قدامهم حيت الناس كيشوفوا فيا حشومه نوريها قدامهم. المهم بدات كتصعد الجوقة عليا هنايا فهمتي هاي اذا بدات كتصعد الجوقة. انا ما كنتقشي وغنشبر الكاميرا ديالي ونشوف شنو اللي كاين. دابا واحد كيدور عليا بصح هو كيدور عليا. المهم عرفتي شنو غنشبر الكاميرا في يدي وغادي نعاود لكم هكذا. كنبلوكي بالخوف هنايا. المهم دخلت عطاني ديك الماكله غنحاول نوريها لكم دابا الحق ما عرفتش واش غادي شومه الناس كيشوفوا فيا واش انا غنوريها لكم هنايا هذه والله كل ما كنشوفها قلبي كيطلع لي ياك مورا داكشي غادي ان شاء الله مورا داكشي الناس كيشوفوا مورا داكشي داني مو هذاك الشيء قال لي بان هنايا كنعطيو ناكلو ياكلو كل نهار بين 25 و 30 الف واحد وملي كتكون شي مناسبه كنقدروا يعطيو ناكلو حتى 100 الف شخص في نهار واحد. طبعا ما يمكنليش نقول له لا وبصح هذا الشيء يعني غير كتدخل كتشوف شحال ديال الناس كيعطيو لهم ياكلو في النهار يعني داك الشيء باين كل شيء كياكل يعني كيعملوا واحد الحاجه اللي مزيانه. قال لي هذا الشيء كامل كيشريوه لي دوناسيون اللي كيعطيو لهم. المهم اللي قادر انا كنصور قال لك السيلفي ممنوع يعني ما نقدرش نصور راسي. تفاهموا معايا في الخارجه كانت تما واحد الصندوق ديال الطبيب
الناس باينه كتجي تما تحيت كاملين لهم طبيب فابور. عملت واحد دوناسيون ماشي شي حاجه واحد 500 روبيا، ولكن كما كانت الديانه يعني حنا بالطبع ما كان امنوش بها، اللي واحد الحاجه هي كلير. Excuse me? Where are you from? I'm from Morocco. What? Morocco. Morocco? Yeah, you know where is Morocco? No. No? You know where is Spain? Yeah, Spain. Spain, Morocco. Okay. So next to Spain. Nice to meet you. Nice to meet you too. Vlog? Yeah, I'm vlogging. You want to be in my vlog? No. No? Thank you. Thank you. Okay. جا وقع لي الحق وخايدة كنشرح لكم ما كاين مشكل. بالطبع هاد الديانه يعني حنايا ما كنامنوش بها، كنحترموها. اي ديانه كنمشيو كنسروروها كنقراو عليها كنكتشفوها خصنا ضروري نحترموها. هاد الطقوس كاملين اللي عملت احتراما للناس، كيما حنايا ملي كيدخلوا المسجد الاجانب كنبغيو كنطلبوا لهم يغطيو راسهم ويلبسوا حوايج طوالين، هنايا ضروري نحترم الديانه ديالهم. واذا خصني نغطي راسي غنغطي راسي، واذا خصني نغسل يدي غادي نغسل يدي. وداك الماكله في الحقيقه هي احتراما اليوم، ولكن ما قدرتش نعملها. والسلام فاميليا، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، تكونوا تعلمتوا شي حاجه جديده، ونشوف ان شاء الله السيمانه المقبله فيديو جديد في مغامره الهند. وهنا تنتهي مغامرتنا يا اصدقاء. 500 اوكي؟ 500 اوكي. اوكي. And you like to look into this public donation. Yeah. And kitchens and medical. Yeah, I know. The good, you do a good thing, very good thing.